السؤال يا اخوان اعذروني بخليه اخر المحاضره لانه يستاهل. اقول يا شباب تكفون، تكفون يا اهل القصيم، تكفون يا اهل بريده، تكفى يا اللي تسمعني. ان كان لك عقل اسمع اسمع اسمع، واذا كان فيك ضمير افهم افهم افهم، واذا كنت تفكر وتنظر بعينين افتح لي العينين، واذا كنت تنعس ابيك تصحصح لو فتره بسيطه. انتم شفتم الضياع الموجود الان في الشوارع؟ حب حب، غرام غرام غرام، تشبيك تشبيك تشبيك. اول رساله اعطيها لهذا الانسان اللي يبحث عن الحب، واللي يبحث عشان انه يشبك عيال المسلمين، واللي يفحط بالشوارع عشان يجذب فلان وفلان، واللي يسوي استراحة ويدفع اموال ويحاول بقدر مستطاع انه يجذب، اقول اسمع الكلام هذا لكان معك عقل. انا ادري ان عندك اسلوب وسحبت لك كم ولد، انا ادري ان الله عطاك قمة اسلوب وقمة فكر وبديت تسحب عيال خلق الله. انا ادري انك التباهى بين اخوياك انك سحبت فلان ابن فلان ولد وطلعته من بيته ما كان يعطي احد وجه. انا ادري انك فعلا صاحب العربة وصاحب العربجة، بل ربما انك تسعى لتفسيد شباب المسلمين. اسمع اذا كان لك عقل. الله الآن ينظر إلينا من فوق سبع سماوات ويسمع كلامنا. أقسم بالله وبالله وتالله وأيمانا بالله أن الله الآن ينظر لنا من فوق سبع سماوات. أقسم بالله أن الله الآن ينظر إلينا من فوق سبع سماوات، ما بيننا وبين الله حجاب. ارفع بصرك فوق، الله الآن ينظر إليك. الآن الله ينظر إليك من فوق سبع سماوات. يلي تفعل الأمور هذه ما تستحي من الله. الله جل وعلا يقول إن ربك لبالمرصاد. أتحداك تتحدى الله. إذا كان عندك أسلوب وإذا كان عندك من الأمور هذه، أنا أقول أتحداك تواجه قوة الله. وأسأل الله جل وعلا إن لم يكتب لك الهداية أن يزيلك من هذه الأرض. هذا الإنسان، أو ربما أنك تأتي سواء بمجمع أو مهرجان أو سوق أو مدرسة أو ممشى أو غيره، تبحث أنك تشبك فلان ابن فلان، يا ويلك من الله، يا ويلك من الله، يا ويلك من الله، يا ويلك إذا وقفت بين يد الله، يا ويلك إذا وقفت بين يد الواحد الديان، يا ويلك إذا جاك يوم القيامة اللي ضيعت أعراضهم، يا ويلك إذا وقفوا بين يد الله وقالوا يا رب انتقم من الظالم، يا ويلك إذا وقفت بين يد العظيم القوي الجبار العزيز. أم هلك الله إلى هذه الساعة؟ أما تستحي من الله؟ اختطاف في كل مكان، دوران في المدارس والأسواق، بسبب ماذا؟ بسبب أخس وأخبث فعلة، فعلة قوم لوط. خسف الله بقرية رفعها من فوق سبع سماوات إلى أن أتى أولها على آخرها، إلى الآن لم يجدوا قرية قوم لوط. يا من تبحث عن هذا الأمر، استحي من الله، استحي من الواحد الديان. لو شريت السيارة وشريت وشريت دفعت فيها 150,000، تحملها عند الله. والله أنت النكب في قبرك، والله أنت النكب يوم القيامة، والله أنت تندم ثم تندم ثم تندم يوم لا ينفع الندم. ضيعته، ركبته، فضحته، والله كما تفضح أبناء الخلق سوف يفضحك الخالق في قعر دارك. دخلت على واحد إخوان في السجن، بالسجن الانفرادي، يبكي حكم عليه بالإعدام،
وذلك بسبب اختطاف 4 أحداث فعل بهم الفاحشة. تعرفون يا اخوان وش يقول لي؟ يقول يا ابو عبد العزيز اتحمل الاعدام وتحمل القصاص وتحمل الفضيحة ولكن ما تحمل جهنم يوم القيامة. يا ويلي من الله اذا واجهوني، يا ويلي من الله اذا وقفت بين يدي الله، يا ويلي من الله. لها الان 3 سنوات في قبره، 3 سنوات يا اخوان. انتشر الان هذا المرض الخبيث عشان فلان انه حلو، عشان فلان انه كذا، عشان فلان. يا ويلك يا ويلك اذا جات، اذا اتتك سكرة الموت ثم ضغطك الموت من كل مكان تقر